فمصيبتان، وإن من أكبر المصائب هو رحيل أخ وقريب وصديق استطاع بخبرته أن يجمع كل هذه العناوين. فكان الفقيد فرح عبد الرزاق السهيل الذي رحل بالموت ولم يمت بالحياة، ولهذا لم يترك لنا من خيار إلا الصبر والقبول بالأحكام الإلهية والتسليم لأمرها لتخفف عنا من شدة وقع الموت بوعدنا بالانبعاث والحياة الثانية للصالحين منا والمؤمنين. ليست غريبة مواقفكم وأنتم تعرفون الفقيد الراحل فرح في سيرته ومواقفه، فرغم مغادرته دار الفناء هذه بسنينها القصيرة إلا أنها قد تركت إرثا وأثرا يعادل أضعاف حياته. فقد عرفناه منذ أن كان شابا يافعا نابضا بالحياة يصول ويجول فيها، حتى صار أستاذا ومعلما في صناعة فن الحياة، عاشها بطولها وعرضها، فكان فارسا أصيلا فيها، أحب الحياة بكل ما فيها من خير، فخبرها وعرف أسرارها، فأصبح حكيما فيها، كان ذكيا في قطف اللحظات السعيدة من شجرة الحياة الوافرة. كان الفقيد أبو مصطفى رجلا من رجال الطائفة البسلاء، أحببناه دائما وسوف نحزن عليه أبدا، فقد كان متميزا في حبه لأبناء طائفته، حريصا على تعزيز جوانب الود والاحترام مع كافة أفرادها، مقرونة بسعيه الدائم بمد يد المساعدة لكل من احتاج لها، حيث كان أبا موجها وأخا مشاركا كما عرفناه وخبرناه بعنوانه القوي المقتدر الذي امتد إلى آخر لحظات حياته، فلم يتمكن المرض أن ينال من عزيمته وحيويته. كان يلتقي مع الناس يقبلهم بقلب صاف لم تمسه الكراهية، إنسانا طيبا نبيلا إلى أبعد الحدود، وطوال معرفتنا به لم نره يستفز إنسانا بكلمة، ولم نلمس منه إلا الود والترحاب، مترفعا عن الإساءات والنفاق وكلام السوء. فقد حباه الحي العظيم بنعمة القبول وحب الناس له، وهي منة من الحي العظيم ينعم بها على بعض من عباده الصالحين. كان مضيافا بشوش الوجه أمام زائري، مرحا لطيف المعشر، يجد المرء صعوبة أن يفارق مجلسه، ومتى ما فارقته سرعان ما تشتاق له، تشتاق إلى تعابيره وطريقة حديثه التي تمتاز بالبساطة والأصالة. كنت دائما أشبه رحيل الشخصيات الكبيرة من وزن أبو مصطفى بأنهم كالشموع المضية، وعندما يرحل الكبار تنطفئ شمعة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في عموم الطائفة.
وحين يرحل الكبار تنفطر لرحيلهم القلوب وتدمع بعفوية من أجلهم العيون. وفي كل مرة نفقد عزيزا بقامة أبو مصطفى أقول الأحبة شيئا فشيئا يرحلون، يغادرون بهدوء وبقلوب مطمئنة. إنه اطمئنان المؤمن الطيب، المؤمن الحقيقي. وعلى صعيد العمل والتجارة العامة، كان الراحل فرح شخصية استثنائية بكل المقاييس، شخصية متعددة المواهب والإمكانيات، فقد كان بارعاً في فن الصياغة، واضعاً الأسس العملية بكثير من الأشكال والموديلات، من الرسم إلى القوالب إلى تفاصيل مرمر الموضوع لصقاً في منتصف القوس. هذا ما أكده الأخ الدكتور قيس مغشش تحت عنوان فرح عبد الرزاق السهيلي والذكر الطيب. واستمر فقيدنا الراحل على ذات النهج إلى آخر أيامه تضحية وعطاء. فقد أشار رئيس طائفتنا ستار جبار حلو في معرض التعزية بفقدان طيب الذكر فرح إلى آخر مساهماته وتبرعاته، حيث قال بكل ألم وحزن فقدت طائفتنا العزيزة علم من أعلامها ونجم ساطع في سمائها، غادرنا إلى عالم الأنوار الخالدة المربي الصالح والرجل المعطاء صاحب اليد السخية الأخ الكبير والعزيز فرح عبد الرزاق السهيلي عميد العائلة السهيلية. هي ربي قد ماي يتغمد روحه الطاهرة بوافر رحمته، ويلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان. ومن عطايا وتبرعات طيب الذكر فرح الأخيرة تبرعي بأجهزة تبريد وكاميرات وطبلات ودرافش كبيرة من البرونز إلى منادي الديوانية والبصرة وميسان وكركوك والناصرية وأربيل وبغداد. لذلك أيتها الأخوات أيها الأخوة، فإننا حين نقف في هذا اليوم لا نقف لنودع شخصا مجردا، بقدر ما ننحني إجلالا لكل القيم والمبادئ ومنظومة السلوك والأخلاق التي شكلت بمجموعها نهج الفقيد. لقد صارع الفقيد المرض بكل قوة وشجاعة وإيمان، حتى سلم نفسه لراعيها ليرأف بها وينقذها من تلك الأوجاع والآلام التي لا تطاق. ومع ذلك ورغم قساوة المرض وصعوبة الحالة، ظل الفقيد يتصرف بذلك الهدوء المستند لإيمان مطلق، وعلى تلك الطبيعة الطيبة وتلك الابتسامة التي لم تفارق شفتيه، محافظا على حيويته. وشكر يا أبا مصطفى، وشكر لك يا صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا ضياء وفي الآخرة ضياء، وعشت حميدا ورحلت فقيدا، وكنت في حياتك عفيفا وعلى البشر عطوفا ومن الناس قريبا، وكنت ترى القلب حبا والعين إشراقا. لم نحظى بفرصة وداعه كما ينبغي، في أن نكون إلى جانبه وبقربه، نراعيه، نقدم له ما نستطيع من خدمة بتلك اللحظات العصيبة الأخيرة، وفاء له لنا لما قدمه لنا من خدمات ولكافة عوائلنا. إننا نناجي روحك الطاهرة يا أبا مصطفى، ونعاهدها
أبناء وبنات وأخوان وأخوات وأقارب وأصدقاء، سنبقى نتذكرك دائما بأن الرحيل هو غياب جسدي يفنى بمجرد أن يطويه التراب، لكن لن تطويه الذاكرة الإنسانية. روح الراحل ساكنة فيهم، ولكي تبقى الشعلة مضاءة لا تنطفئ مهما عصفت بها الريح. وفي الختام، باسم عوائلنا عامة وعائلة الفقيد خاصة، نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى رئيس طائفتنا السامي الاحترام الريشمة ستار جبار حلو، وإلى الريشمة صلاح جبار طاووس الكحيلي، ولكافة رجال ديننا الأفاضل على تعازيهم الصادقة ومواساتهم الحسنة التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل. وكذلك نتوجه بالشكر والعرفان لكل من سأل أو تابع أو شارك أو اتصل أثناء مرض فقيدنا الراحل أبو مصطفى، أو بعد وفاته، أو أثناء إجراء مراسيم مواراة الثرى، أو حضور مجالس طلب الرحمة والمغفرة التي أقيمت في مختلف البلدان. فلقد وقفتم وقفة الأهل والأحبة، حيث كانت تلك الوقفة بمثابة عزاء كبير لنا، وكانت مشاركتكم الكبيرة والرائعة محل تقييم واعتزاز كبيرين عندنا، سنبقى نتذكرها ما حيينا. وتبقى كلمات الشكر ومهما تنوعت قوافيها تبدو عاجزة عن إيفائكم حقكم، راجين اعتبار هذه الكلمات بمثابة شكر خاص لكل شخص كريم منكم والحي مزكى. شكرا لحسن استماعكم.